السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل اسمه زجيجة برين، بيساعدك في البحث وسهل جدا في الاستخدام، تقدر تسأله أي سؤال ويدور ويجيب لك الإجابة، وممكن تسطبه عندك في جوجل كروم، تمام؟ بحيث إن أنت لو فاتح أي صفحة تقدر إن أنت تدوس عليه وتبدأ إن أنت تسأله أي سؤال أنت عايزه، سواء متعلق بالصفحة دي أو بالموقع كله أو سؤال عام من خلال الإنترنت. طيب خلينا نبدأ إن احنا نجرب. هقوله نيو شات ونسأله بقى أي سؤال، تمام؟ خلينا احنا نسأله ونسأله بالعربي ونشوف هيجاوب ولا لأ. أقول له مثلا أفضل جهاز لتشغيل الريفت، أهو بدأ يجيب لي المعالج يكون مواصفاته إيه والرامات مواصفاته إيه وكارت الشاشة إيه والتخزين والشاشة. انت لو عندك امكانيات جهاز قول له عندي امكانيات جهاز كذا، هل دي تصلح ولا لا؟ انا الكمبيوتر بتاعي موديل كذا، فهل هيكون شغال ولا لا؟ فتقدر تسأله. وبدأ يدور في الاجابات اللي هي ريديت، في ده موقع اسئله واجوبه، وبدأ يجيب لي الاجابات المرتبطه بالاسئله اللي انا سألتها. فانا هسأله اريد فكره مشروع مثلا لمهندس انشائي، ونشوف هيجاوب ازاي. ده يجيب لك افكار. طبعا مهندس انشائي حددته، تمام؟ فلازم يصمم يعمل وهكذا، فدي كلها افكار. طيب ممكن تقول له مثلا انا عايز اعرف ايه افضل برامج للمهندس الانشائي، يبدأ ان هو يجاوبك عليه. فهو موقع ظريف، تقدر ان انت تسأله اي سؤال ويبدأ ان هو يعمل سيرش ويجيب لك الاجابات ويجيب لك تقييمات الناس للاجابات ديت. طيب افضل برامج هندسية مفتوحة المصدر ومجانية، ونشوف بقى الاجابة بتاعته. بدأ يجيب لي روابط الفري كاد، صحيح، البلندر، لايبراري كاد، اوبن سكاد، كيو كاد، ده انا مش فاكر اني شفته، كيو كاد وهكذا، دي كلها موجودة تقدر انت تستخدمها مجاني، والناس بدأت يجيب لي الاجابات بتاعت الناس، تمام؟ فهتلاقي ان شاء الله الموضوع سهل جدا وبسيط، اتمنى يعجبكم ان شاء الله.